صوت إسرائيل من أورشليم القدس. في ظاهرها قد تبدو قصة راديو ومحطة إذاعية طموحة في دولة صغيرة قامت لتوها وتريد أن تمد جسورا ثقافية مع محيط لا يتحدث لغتها. في عامها الأول قامت إسرائيل بتأسيس إذاعة صوت إسرائيل باللغة العربية. إنها في الحقيقة قصة تجسس وتشغيل عملاء ومستعربين بأسماء مستعارة. اعتبر الراديو في لحظة ما صوت الحقيقة والصوت الذي أرعب الحكام العرب بسبب الفضائح والأخبار الخاصة والحصرية التي كان ينشرها. لم يكن المستمع العربي يعلم أن شحنات الحنين في رسائل اللاجئين وأغاني أم كلثوم وعبد الوهاب إنما هي رسائل مشفرة، وأن كل ما يبث على الهواء كان يتم اختياره من قبل بن غوريون وتحت إشراف مكتبه ووزارة الخارجية، وأن الراديو كان مصنف على أنه ذو أهمية أمنية خاصة وواحد من أذرع الدعاية المركزية. لم يكن جدي وجدك يعلمون أن صاحب الصوت الأجش واللغة العربية البليغة داود النطور إنما هو في الحقيقة شخص آخر، هو لياهو نافي، يهودي عراقي هاجر إلى إسرائيل وعاش في أحياء القدس العربية، وأن أهم عمليات الموساد التي اتضح أن صوت إسرائيل كان أداة اتصال وسبب في نجاحها هي هروب الطيار العراقي منير حبيب في طائرة المج 21 وهبوطه في إسرائيل في العام 66. صندوق بندورة، هكذا يصف رجال مخابرات سابقين ومذيعين في المحطة الأسرار التي كان يمكن أن يكشف عنها لو تم الحديث عن هذا الراديو ودوره في الدعاية الإسرائيلية. دقيقة ونصف دقيقة مع عصمت منصور.